شنو سبب وجودك في سكن زميلك في العمل الخاص؟ أنا مو بسكن الخاص، أنا بأجر وأكلم. لا، أنتي في سكن الخاص. غصب؟ شكو بسكن الخاص؟ شايفني إبراهيم، دق عليه، دق عليه. جايبني شقتك؟ كنت فضيها، أنا ناوي. أنت جايبني شقتك؟ مو شقتي، نوف بيتي هذا. أنا فضيته، كنت بأجر عليش بدل لا تأجر. جايبني شقتك؟